الحب غريزة أصلية ضخمة مركبة في كل واحد مننا، وبتشغل حيز كبير من قلبه وعقله، والإنسان كائن باحث عن الحب عشان يملأ هذا الفراغ الغريزي، والبشر واقعهم بيشهد باجتهادهم لملأ هذا الفراغ في نواحي شتى، من أول البحث عن قصة حب مع الجنس الآخر إلى التفاني في حب الأصحاب والأقارب والحرص على التواجد معاهم وإعطائهم من المشاعر في انتظار الدعم كمان منهم، وصولاً لمن يجد إشباع الحب في خدمة شغله أو حتى رعاية كائن والعطف عليه، حتى وصل الإنسان لعشق جمال الطبيعة والزهور. وكل ما كان الإنسان مشبع ممتلئ بالحب، كل ما كان أبعد عن الوقوع في قصة حب مزيفة، أو بلاش أقولك مزيفة، قصة حب غير ناضجة ولا مكتملة. وده يجاوب لك على سؤال لما واحدة أو واحد يسأل يقول أنا بحب حد على الفيسبوك، حد بس تريح في الكلام معاه، حتى لو بالصوابع بنتكلم بالصوابع بس، حد بيسأل عني وبعرف أفضفض معاه لما أكون محتاجة له، وفي وسط انشغال الناس عني هو مشغول بيا. وأنا الحقيقة كنت متردد هو ده حب ولا مش حب، فسألت أحد علماء النفس وقال لي آه، دي درجة من درجات الحب والتعلق الغير ناضجة وغير مكتملة. وأنا هنا بحلل موضوع الحب اللي على الفيسبوك ده، مش بلوم، بس عشان نعرف إحنا هنعمل إيه في الخطوة اللي جاية. هل ماذا بعد هذا الحب الافتراضي؟ هل هنعرف نكمل أركان الحب من العاطفة والإحساس بالمسؤولية والقدرة على بناء الثقة؟ هل مع خلافات الحياة ستبرز الأنا ولا سيبرز نحن إحنا الاثنين؟ هل هذه الشخصية الحقيقية من وراء الكمبيوتر اللي بيسموه عالم افتراضي؟ ولا لو خرجنا للحقيقة هيظهر إنسان أناني أو متراخي عن المسؤولية؟ ولا ممكن حقيقته تبقى أحلى من الشخصية الافتراضية اللي وراء الكمبيوتر؟ لا شك إن اللي في وسط قصة حب زي دي هو في أزمة، محتاج قرار يتحمل فيها مسؤولية نفسه، لأنه لازم يدير الموقف اللي هو فيه ده. هيعمل إيه اللي بيحب على الفيسبوك؟ ولد بيحب بنت أو بنت بتحب ولد؟ رقم واحد غالباً يعني لو في بنت بتحب ولد لازم بيبقى فيه طلب صريح من البنت للولد إنه ياخد خطوة تطلعه من قصة العالم الافتراضي للواقع الشرعي، إنه لازم يجي يتقدم. ولو اعتذر أعذار واهية لازم تبقى عارفة كويس إنه بيستغلك ومبسوط في الكلمتين ثلاثة حب اللي بيبقوا على الفيسبوك. ولو ما عندوش قدرة بسبب السن أو عدم جهوزية الجواز دلوقتي، يبقى محتاجين ندوس بوز على العلاقة دي، لأن ده انشغال تعبه أكتر من راحته، والواقع بيقول كده، وربك بيقول إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فمحتاجين صبر. وهنا لازم بديل من صديق مقرب يملى علي حياتي لو أنت شاب يعني، أو صديقة مقربة ليكي عشان تفضفضي معاها، ولازم يكون في رضا بعدم وجود حب لجنس آخر في حياتي في هذه المرحلة دي. محتاجة رضا إني مش هعرف حب دلوقتي بسبب عدم إن أنا سني صغير أو أنا مش جاهز للجواز، ودي أحد التضحيات. كل مرحلة سنية فيها تضحية معينة، دي تضحية الشباب اللي مش جاهز للجواز. أما بقى اللي لسه ما تعرضش لقصة الحب على الفيسبوك، محتاج يقفل منافذ التعلق، وهي الفضفضة والاعتماد على الدعم النفسي والعاطفي من جنس آخر، لأن أنا محتمل أتعلق بيه حتى لو بصابي على الفيسبوك. دي درجة من درجات العفة وكف النفس عن الرغبة خشية السقوط في الخطأ. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حفظنا أن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. كأن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بيقول لما تحس إن في شعور كده مش مظبوط وفي حتة اتفتحت في القلب كده بدري بدري نقفلها أحسن لو مش جاهزين للجواز. وكانت دعوة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام اللي بيعلمها يوميا للصحابة، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. والعفاف هو إيقاف النفس عن الرغبات الغير مسموح بها. فربنا يعين كل إنسان تعلق بحد تاني في العالم الافتراضي على الفيسبوك، وربنا ينقل هذه العلاقات من الواقع الافتراضي للواقع الشرعي، أو يعيننا نوقفها. فاللهم يا رب إنا نسألك الحماية من التعلق قبل الأوان، وإذا جاء الأوان نسألك التيسير بأن تملأ حياتنا بالمودة والرحمة
وسعة الأرزاق.